مكملين في الصور واستعادة الذكريات الجميلة مع حضرتك، ونشوف الصورة التانية اللي معانا. أيوة. مع الملقب وحش الشاشة فريد أيوة. شوقي. أيوة دي بقى كواليس بقى عمل حضرتك مع فريد شوقي خطيرة زي ما قلت لك كده. عارف مجرم الشاشة ده اللي بيقولوا عليه وحش الشاشة؟ أطيب مخاليق ربنا. بقول لك هو ومليجي الاتنين يطلعوا كده في السينما، تبقى قاعد كده تقول ايه، تبقى عامل كده خايف. دول بقول لك لو عدت جنبهم قطة والله على قطة. والمخرج بيقول ولو فار لا لو فار ده ازعاج، لا ده ممكن يجروا خالص بقى يطعن يا ممكن يعني. ولو جيت قلت له بس كده لا 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 لا. فريد الاستاذ فريد شوقي طبعا هو في اخر ايامه بسم الله ما شاء الله يعني كان دايما يعتمر ويروح يقعد في المدينة ويروح يقعد في مكة، ورحنا له أنا وابن أخته عبادة، اسمه عبادة، كنا نروح له الأوتيل اللي قاعد فيه ولابس الجلابية البيضة والطاقية البيضة، كان الحقيقة جميل قوي. الفيلم المسلسل ده اسمه الشاهد الوحيد. الشاهد الوحيد، والناس ما كانتش بتقول عليه الشاهد الوحيد، كان بتقول الصول مجاهد، لأنه هو كان طالع اسمه الصول مجاهد. المسلسل ده عملناه في لندن.